السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الإعلام تاني وتالت وعاشر. النهاردة كان بعد المباراة، أولا نجم المباراة مباراة مصر والسنغال هو محمد الشناوي، مفيش كلام رقم واحد، مش بكلامي ده، كل المواقع اللي بتدي ارقام للعيبه هو اعلى تقييم محمد الشناوي 9.9 او 9.5، اعلى لاعب في صفوف المنتخبين. النهارده لما يطلع وائل الاباني يقلل، او مش عاوز اقول يقلل، يصور لك ان اداء بتاع محمد الشناوي طبيعي، طالع مع هاني حتهوت بيتكلم في امورك بكثير في المباراه، واتكلم عن محمد الشناوي يقول لك محمد الشناوي ما شارش كرات صعبة. محمد الشناوي يمكن جات له حوالي من 8 ل 9 شطات تسديدات داخل ال 18 وشايل منها 7. محمد الشناوي بلاش، محمد الشناوي واخد كرة من تحت العارضة وطاير تسديدة لفة كده واخدها ومطلعها، تسديده اللي رمى نافي، يقول لك الكره المرمى فاضي بتاع منتخب مصر واللاعب السنغالي بيشوطها، فمش محمد الشناوي اللي صدها، لا ده اللاعب هو اللي شاطها في محمد الشناوي. لا يا كابتن، انا مش انا اللي هرد عليك. محمد عبد الواحد اللي هيرد عليك اللي كان بيحلل العمى، قال لك مش الشناوي عامل مباراه ممتازه جدا جدا، ثم لو هو بيشوطها في الشناوي جاي من الزاويه اليمين طاير على الزاويه الشمال، لو شفت في شمال الشناوي كان ممكن يقف يتفرج عليها، ما الجون فاضي كان شك. لكن الراجل حاول وطار، يقول لك ما ده الطبيعي، عشان بقى محدش هنا بقى داس السم في العسل، محدش يفهمني وهاني حتوت قاعد برضه عشان الناس ما تفهمناش، لا هو شاء لا يا ما انا هو بقول لك حارس مرمى مصر ازاي ومنتخب ازاي حارس مرمى، انا بكلمك لاعب كوره، لكن مش انت مش حارس مرمى عشان تتكلم وتقيم حارس مرمى. النهارده بيقول لك هو رقم واحد ولا حارس جيد علشان كده يشيل، علشان كده الكرات اللي شالها مش صعبه، مفيش فيها كره صعبه، يا سلام، كل الكرات اللي شالها مش صعبه. طب خلينا نتكلم عن لاعب مثلا محمد صلاح والجون اللي جابه هنا، يقول لك ما هو حارس مرمى جيد لازم يشيل ده. طيب محمد صلاح من احسن 3 لعيبه في العالم، لما جاب الجون هنا ومش هو اللي جابه، خبطت في العارضه وردت في اللاعب ساليو سيس ودخلت جون، المحللين عمالين يتغنوا بمحمد صلاح وكل يتكلم محمد صلاح، هنشوف محمد صلاح استلمها ازاي، ما هو استلمها طبيعي، لو بمنطق وائل الاباني مش هشيل بمحمد صلاح، ما هو الطبيعي محمد صلاح من افضل 3 لعيبه في العالم انه يلعبها بالطريقه دي وانه يجيبها جول وانه يجيبها ويسددها، لكن لا في لعيبه ثانيه بتخبط وركبها بتخبط بعدها وبتضيع فرص سهله، علشان كده هو ليه احسن، عشان بيجيب الكرات دي في كرات صعبه، عشان كده هو مميز بيجيبها، عشان كده هو من افضل اللعيبه. محمد الشناوي كذلك علشان بيجيب الصعب، هو رقم واحد علشان انما تطلع طبيعي ان هو اقلل من اللي عمله محمد الشناوي، احنا بنهزر يعني، هذا هو الاعلام تهريج. انا للاسف الشديد اللي بيحصل في البرامج الرياضيه عقب الخروج من الصفيات المؤهله لكاس العالم في قطر 2020 امام السنغال والردود الافعال، انا ما بعلقش على الجماهير من حقها تقول رايها، في منهم مع فكره استمرار كيروش وقال لك الراجل شايف احنا عندنا امكانيات والقماشه تعبانه، وفي منهم اللي يقول لك الراجل عام كتر خيره ان مع الاصابات وبنلعب قدام منتخب كبير زي منتخب السنغال وما يخشش فيه غير هدف واحد بس فده انجاز، وفي راجل بيقول لك، في ناس يقول لك احنا نبني على اللي هو عمله وهو عنده قدره على رؤيه اللعيبه ولسه قدامنا فترة، وبعد والبعض يقول لك لا الفترة مش سوي لك ده، وده لسان حال الوزير، لكن ده الجماهير يقول لك، فينا جماهير يقول لك يمشي، جماهير تقول لك مدرب محلي، جماهير تقول لك مدرب أجنبي، اختلاف ده وارد في الجماهير يعني، لكن القنوات دائما هي زي ما بيقولوا كده المحرك أو البوصلة اللي بتوجه الجماهير. بعض الجماهير بتحب تسمع المذيع الفلاني وتقتنع برايه والكلام ده كله، لما كل الاستديوهات التحليليه كلها والبرامج الرياضيه على بعض القنوات المفروض انها التابعه لجهات معينه تطلع تتكلم، يعني شوبير وسيف زاهر والاستوديو التحليلي كله كان رايح لسكه ان كروش يستمر، تطلع تسمع الوزير في مداخله للوزير الدكتور اشرف صبحي اللي المفروض اساسا هو اللي يمشي
مع كروش، لان انا هقول الكروش وهقول وجهة نظري ليه انا مع كروس ان كروش انه يمشي. لكن الدكتور اشرف صبحي قال لك يعني ده رايي الشخصي، اتحاد الكرة هو اللي صاحب القرار، لكن رايي الشخصي ان احنا نبني على اللي احنا وصلنا له وان احنا نكمل والراجل يكمل، ده وجهة نظره يعني. وكان الدكتور اشرف صبحي طبعا كان قال قبل كده شكر احمد مجاهد على التعاقد مع كارلوس كيروش يعني. طيب القنوات الرياضيه الغالبيه العظمى منها بتقول كروش يكمل، وهي قنوات اون طبعا بمذيعيها وكروش يكمل، والوزير بيقول يكمل، وفي اجتماع بكره لاتحاد الكره بيتكلم عن ان كروش هل هيمشي. الراجل النهارده في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اعلن بشكل واضح وصريح ان هو هيمشي، هي مش استقاله ولا اقاله، لان هو عقده انتهى، هو بيقدم استقالته. لا ده كان شرط التعاقد معاه ان احنا توصلنا كاس العالم، ما وصلناش كاس العالم فانت عقدك يعتبر مفسوق، ما كان لم يكن يعني. لكن هو زي ما يقولوا كده خلاص انا ماشي وسلم راي لشخص تاني، كانه بيرفع الحرج عن المسؤولين في اتحاد الكوره علشان يمشي يعني. لكن انا عند اتحاد عند الاعلام والاعلاميين والقنوات اللي متمسكه بكارلوس كيروش، وانا بقول تاني قناعات انه يمشي، لكن اللي لفت نظري غريب يعني، طريقة لعب مش حلوة مش ممتعة، ومع ذلك بنتمسك انه يكمل. حسام البدري طريقة لعب بتاعته مش ممتعة، ومع ذلك بنتمسك انه يمشي. طيب طريقة النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني كثيرا مش ممتعة، في احيانا كثيرة مش ممتعة، وبياخد بطولات وهم مع انه يمشي. غريبة ما كارلوس كروش اداء مش ممتع وبنخسر بطولات، لا خدنا كاس عرب ولا خدنا بطولة افريقيا ولا رحنا كاس العالم، ومع ذلك متمسكين ببقائه. موسيماني اداؤه في بعض الحالات بعض المباريات مش ممتع، مش ممتع وبيلعب بطريقه دفاعيه، لكن بياخد بطوله افريقيا مره واثنين وسوبر مره واثنين، غير بطولات كاس، ومع ذلك وخد برونزيه عالم مره واثنين، ومع ذلك البعض من الاعلاميين على نفس القنوات اللي بتطالب ببقاء كروش كان بيطالب برحيل موسيماني، مش عارف يعني. لكن انا ليه مع رحيل كروش؟ اولها كروش لم يقدم الجديد، كروش طمس الهويه الهجوميه لمنتخب مصر، كروش يعني دمر بعض اللعيبه نفسيا وقضى عليهم، لعيبه كان طب في مصر نهاهم، محمد شريف قفشه حتى زيزو، البعض بيقول لك من افضل اللعيبه لما ايه تلعبه 5 دقائق 10 دقائق، ما انتش مقتنع باي لعيب في الثلث الامامي لما تلعب محمد. احنا مش هتكلم في تفاصيل، مش هتكلم في تفاصيل بخصوص بعض اللعيبه، لكن طريقته عنده اسلوبه شغل كان احنا تلامذه، او هو بيتكلم ومفيش حد يعقبه، وطريقته مع الصحفيين الغير بقى ان انا راجل عنده 72 سنه كتر خير الدنيا، 72 سنه انا عايز واحد شباب، عايز واحد فريش، عايز واحد بفكر تاني باسلوب تاني. جربنا كارلو هيكتور كوبا، الغريب الامر الناس بتطالب بعوده هيكتور كوبا، يعني ازاي؟ هل احنا الكره في مصر انتهت؟ عمال اقلل في دفاتر القديمه، فلوس بدفع لكروش رواتب، بدفع لبنجاده رواتب بالدولار، لما اجيب مدرب سي في كويس، طبعا ده سي في في التاهل، لكن طريقه اللعب المحفوظه بتاعته، هجيب مدرب سي في كويس، طريقه اللعب بتاعته ممتعه الى حد ما تاهلنا، ما في بدفع بالدولار يابا، انما تقول حد يقول لي ارجع لهيكتور كوبر علشان حافظ، يا جدعان هي الدنيا بتتقدم وطرق اللعب بتتقدم، ولا بترجع للخلف 90 سنه يعني. النهارده هل برشلونه يرجع المدربين اللي خد معاه بطولات قبل كده وما يبصش لتشافي، ما يحاولش؟ ديل بوسكي كان مع ريال مدريد، دلوقتي ريال مدريد جه بعد منه مثلا السبيسيال وان مورينيو، جه بعد منه زين الدين زيدان، جه بعد منه موجود حاليا انشيلوتي، اكثر لما يعي في كده بيقول لك ارجع ديل بوسكي تاني وغيره. النادي الاهلي مثلا لما كل مره ارجع بيتو، لا ما ارجع المدير الفني جوزيه تاني، ما ابص لقدام، احاول اتطور، بشوف لعيب مدربين طرق لعب تانية اداء تاني، انما حد يقول لي ارجع هو هيكتور كوبر، البعض يقول لك لعيبه مصريين او مدربين مصريين.
وهنيجي الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ان هو مع انه مدربين مصريين حسام ابراهيم حسن قال لك يا ريت تشجعوا كده كده ما فيش فشل ما فيش نجاحات مع المدربين الاجانب، يا ريت تفكروا في المدير الفني الاجنبي. لكن من وجهه نظر نسبه كبيره لو قبل، لو شوف جمله، لو قبل كيروش انه يكمل فهيكمل، لان احنا دايما زي ما بيقول اللي بيتمسك بالكرسي نقول له بالسلامه، اللي بيقول لك انا مش هممني ومش فارق معايا نقول له لا ده انت راجل تمام تمام. لكن هو شخصيه عناديه، شخصيه عناديه، لكن التعامل مع الاعلام والتناقض نفس الشخصيات اللي رغم الفشل في تاهل في امم افريقيا في كاس العالم في كاس العرب بيطالبوا بتمسكهم، هم اللي كانوا بيطالبوا برحيل الموسيماني رغم فوزه بالبطوله. بالنسبه لمدحت شلبي حتى كمان في النقد بتاعنا مش على الناس مش عارفه تنقد، ما بقاش في الاعلام تحس انه متكتف يا جماعه. حتى محمد صلاح لاعب كبير جدا من افضل ثلاث، ما حدش يقدر ينكر ضيع ضرب الجزاء، احسن اللعيبه بيضيع ضرب الجزاء مش مشكله بالنسبه لي، لكن اداؤه في المباراه كان جيد. ممكن نتفق او نختلف، هل نقدر نحكم عليه؟ هل في كرات راحت له؟ هل طريقه اللعب اللي لعبناها النهارده كانت تساعده انه يظهر؟ نتكلم في الطريقه دي. لكن حتى لما توصل بيك الدرجه انت تنتقده تقول ما كانش حلو، ما كانش في يوم، ما كانش موفق. لكن لما يطلع مدحت شلبي حتى كمان هو بينتقد محمد صلاح يقول لك ايه المشكله؟ بيحاول بنجمل كمان في النقد اللعيبه. ايه المشكله لما محمد صلاح يكون ممسوك بقوه ومش عارف يتحقق؟ وايه المشكله لما نغيره يعني؟ لما تقول ان هو ما كانش في يوم، كان اداؤه مش مركز، مش في اليوم، مش مؤثر، كان اداؤه غير جيد، زي ما بنقول على النني اداؤه غير جيد وسحب ونزل دونجا. محمد صلاح وارد انه ما يبقاش، هو لازم يكون، ما فيش واحد مستوى ثابت على طول يعني، لكن لازم حتى كمان واحنا بننتقد خايفين بنجمل الصوره، ممسوك قوي، لا مش حلو، لا مش حلو، مش حلو. دي بقى الاسباب كتير تاني، طريقه اللعب، عدم نقل الكوره، ما بنبررش ثلاث اربع تمريرات مع بعض، اتكلم في الكلام ده زي ما انت عايز يعني، لكن نتكلم على طول كده كان. طبعا بعد الانباء اتكلموا عن ان محمد صلاح دخل في نوبه بكاء بعد ما دخل غرف خلع الملابس وقال لك ايه، يعني ما قدرش يمسك نفسه. هنا السؤال، الاخ الدكتور اشرف صبري زي ما بقول لحضراتكم من بداية الخروج من الأمم أفريقيا لما اجتمع بلعيب محمد صلاح واللهجة اللي كانوا بيتكلموا فيها ولنا مش هنسيب حقنا، حقق إيه يا عم الحاج؟ أنت مش داخل حرب. شفت بقى لما مش هنسيب حقنا؟ الجمهور هناك عمل ده، الجمهور الحقيقي. تتفق تختلف على طريقته، على قلة أدبه، على تجاوزاته، على سبه، وعلى، لكن ده الجمهور الحقيقي. مش الجمهور بتاعنا هنا اللي بالشوكة والسكينة. مش الجمهور بتاعنا هنا اللي قاعد بيتفرج لا بيشجع ولا بتاع. ده الجمهور طول المباراة ليزر على عيون اللعيب. محمد صلاح ضرب الجزاء عشان مش شايف، عبد زيزو مش شايف من الليزر، هيوقع عليهم عقوبات، لكن في النهايه هيروحوا كاس العالم. انما تجيب لي اللعيب الناس هنا بالشوكه وبالسكينه والجمهور والجاتو ده انا شفت فيديو واحده تقول مامي لما رحنا وقعدنا وجايبه المولتو وجايبه يا جدعان في، والواد واخد المحشي بالشوكه والسكينه وراح يتفرج على الماء اللي بنهرج. ده الجمهور مش الجمهور الحقيقي، مش الجمهور الحقيقي. انت زي كل حاجه عندك مش حقيقيه، لا عندك كره حقيقيه ولا جمهور حقيقي ولا محللين حقيقي ولا اي حاجه، فبالتالي هتاخد بطوله حقيقيه ازاي؟ يجيب لك بطوله زي اللي جابها مرتضى منصور قبل كده، الكاس من عتبه ونديها لك خلاص. للاسف الشديد برضو الجمهور قعد فتره طويله على ما خرج من الملعب جمهور السنغالي، فلاعبتنا فضلت فتره طويله في غرف خلع الملابس بعد ما خرجوا، قعدوا يمكن اكتر من ساعه ونص عشان يقدروا يوصلوا للفندق يعني. برضه جمال علام لما قال بوعدكم ان أنا، وانا قلت مين اللي يقدر يملك او يوعد في حاجه؟ اللي يوعد ايه؟ يوعد بشيء يملكه. لكن حاجه في علم الغيب توعد انا وعدكم ان احنا بالتاهل؟ ايه يا عمنا بقى؟ ايه يا عمنا؟ شكلك ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ دائما وابدا الوحيد، او يعني مش عاوز يعني افور الموضوع قوي، لكن من الشخصيات القلائل والمرات القليلة اللي بيخذلك. يعني نسبة 90% 99% لما تشوف سيد عبد الحفيظ على الشاشة ويتكلم في موضوعات بتحس انه كأنك انت بيتكلم بنيابة عنك، بيخليك تطلع اللي جواك، بيخليك ترتاح نفسيا يعني. وده لأمور كثيرة، شغله في الإعلام طبعا خلاه محنك في الكلام في الإعلام يعني.
طبعا هو متعاقد مع شركة ام بي سي او قناة ام بي سي برنامج اللعيب عشان يحلل مباريات منتخب مصر، يعني مباراتين قبل كده كان موجود والنهارده كان موجود في مهيب. طبعا بعد ما اتكلموا عن المباراة فمهيب عاوز يعمل معاه زي ما عمل مع بيتسو موسيماني، بس بيتسو موسيماني وقع في الكلام وراح في سكة تانية زعلتنا كلنا هنا، اللي مفيش فيه خبرة في التعامل مع الإعلام. سيد عفيف وقع فسأله بخصوص القصة بتاع الكهرباء. أولا هو لم يؤكد اللي حصل مع كهرباء أو القرار الخاص بكهرباء، صح؟ قال لك لسه ما مش عارفين، قال لك مش عارفين، هنشوف القصة وهندرس الموقف. طب إيه موقفكم من كهرباء؟ قال لك كهرباء لاعب عندنا، كهرباء لاعب عندنا وهنقعد مع بعض وهنعمل اللي فيه صالح لينا كأهلي، في صالح للاعب. كهربا رغم ربما الناس شايف ان مشاركته قليله لكن كان اضافه للنادي الاهلي. كهربا قعد معانا سنتين، كسب بطولات التاسعه والعشره وساهم بنسب وخد برونزيه كاس العالم وسوبر افريقي. ده كلام طبعا في سياق الكلام كده لما بيرد على مرتضى منصور اللي قال كهربا هديتي للخطيب وقنبله موقوته وي، فبيقول لك خد معانا دوري ابطال مرتين، سوبر افريقي، برونزيه كاس العالم. يعني قال لك كون ان في بقى ناس فرحانه برقم هنا بقى الضرب قصف الجبهات يعني باحترامه وبادب، كون ان في ناس فرحانه بقى برقم الغرامه بتاع الكهرباء، انا بفرح بالبطوله، انا بفرح بالبطوله. هو لاعب جه وخد معاه بطولات، انا بفرح بالبطوله، وهي ممكن اجيب لاعب ب 3 مليون وما استفدش منه، وده اللي حصل قبل كده فرجاني ساسي واللاعب اشرف بن شرقي واللاعب خالد بوطيب وغيره وغيره، ملايين اندفعت وما خدوش اي حاجه. ولو النادي الزمالك، الزمالك السلمي يقول لك ايه، ممكن اجيب لاعب ب 3 مليون وما استفدش منه، والضربه الجامده بقى قال لك وممكن تفرح بصوره وصوره ما تلعبش عندك اساسا. عبد الله السعيد يعني انا بجيب كهربا، جبت كهربا وخد معايا بطولات، انت بقى فرحت بصوره والصوره اساسا اللي انت فرحت بيها دي مش خدت بطولات ولا ولا ولا، في الصورة اللي انت اتصورت معاها دي ما لعبتش عندك اساسا وفرحان بيك. قال لك كهربا مع النادي الاهلي كسب بطولات واحنا ورا كهربا لانه لاعب عندنا. فمهيب بيجرجره، طب الغرامة مين اللي هيشيلها؟ الغرامة مين اللي هيشيلها؟ الاهلي ولا كهربا؟ قال له دي امور داخلية، امور داخلية في النادي الاهلي، وهنشوف الصالح ايه وهنعمله لينا للنادي والكهربا يعني. ف كلام بسم الله ما شاء الله عليه يعني. طبعا في وسط الدعابه والكلام اتكلم عن مين الاصلح، زي ما قلت لحضراتكم قال لك منتخب اللي الاصلح هو مدرب مصري، ممكن يكون حسام حسن، ممكن يكون ايهاب جلال، وقال في وسط بهزار يعني ليت يكون ايهاب جلال علشان ايه يسهل لنا بقى موضوع الدوري يعني، هو لانه شايف ايهاب جلال وبيراميدز منافس جيد يعني، لو ايهاب جلال مشي فممكن نادي بيراميدز يفقد خطوه يسهل لنا الدوري يعني. بالنسبه لحاله حمدي فتحي لسه ما فيش تاكيدات لكن حالته مطمئنه اللاعب ان شاء الله، وان شاء الله لسه النادي الاهلي قال لك بكره لما يرجع ان شاء الله هيعمل فحوصات والنادي الاهلي يتاكد من حالته بالظبط يعني قبل الكلام عن اي شيء يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم. كره القدم يعني متعه كثيرا من الاحيان تبقى عذاب. الجمهور اللي بيحب الكرة قوي وللأسف ما بقاش عندنا في مصر ناس مهتمين بالمنتخب، لكن عايز تشوف الحزن الحقيقي شوف صورة جمال بالماضي بعد خسارة المنتخب الجزائري وشوف حال الجماهير. زعلنا احنا لكن ما مش زي الأول، مش زي الأول. الأداء الممتع واللعب الجماعي بتحس إن في روح بتشد الجمهور، ولما الكورة تكون ملك الجماهير بتبقى الجمهور عندها ارتباط بالمنتخب بتاع، لما بتبعد ما مش فارق كتير. احنا كمصريين خلاص خرجنا ما عندناش منافسه، وبقى اهتمامنا نرجع تاني للنادي الاهلي اللي دائما وابدا بيفرحنا، لكن تشوف صوره جمال بالماضي وبكاءه وحزنه بعد الخساره يقول لك قد ايه الموضوع صعب على كل. في ناس ممكن انت تحسدها مالهاش في كوره، انت متريحه دماغها، واوقات لما بتبقى انت كسبان ومبسوط الناس اللي ما بتتفرجش على الكوره دي بتستمتع بايه؟ في متعه تانية بعد كره القدم. لكن زعلان عن المنتخب الجزائري انا طبعا، زعلان عشان جمال بالماضي طبعا، لكن الغرور 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 ازمه كبيره. شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.